لكن خلينا ننتقل أيضا إلى المهندس ياسر البشلاوي الخبير في صيانة السيارات. مهندس ياسر، ليه حضرتك تعليق على انتشار هذه الظاهرة في مصر وهذه المعدلات الغير طبيعية لسرقة السيارات في البداية؟ مهندس ياسر حضرتك سمعني؟ أنا سامع حضرتك كويس. تفضل. حضرتك سامعني؟ نعم تفضل. هو تعليق بس على كلام الأستاذ محمد. هو طبعا عدم توابد الأمن بشكل كبير جدا بيخلي الموضوع له تفرعات كتيرة جدا، لكن اللي أنا عايز أقوله أو المسمى اللي أنا بسميه حماية سرقة السيارات. دلوقتي يعني سرقة السيارات في مصر بقت محمية بشكل كبير جدا. نعم. اللي بيسرق السيارات زي ما احنا شفنا في الوثائق اللي انتوا كنتوا عاملينه في الاول، نعم، ان هو بيسرق سياره الظهر يعني بالنهار. الاخ اللي اتكلم من شويه اتكلم ان هو او الحاله الثانيه اللي موجوده اتكلمت ان هو بص على سرقت عز النهار. فده لو مش مهندس ياسر معايا فاهمين ان هو كان يقدر يتحرك بالحريه ديت ويقدر ان هو ياخد السياره في الاوان ديت يعني. نعم. طيب مهندس ياسر، لو تحدثنا عن التكنولوجيا النهارده في 2018، اعتقد ان معظم السيارات الحديثه فيها جهاز تتبع GPS بيحدد مكانها. ازاي يقدر بصفة حضرتك مهندس وخبير في صيانة السيارات، ازاي يقدر النوع ده من ممتهني هذه المهنة انهم يسرقوا السيارات في مناطق زي القاهرة وغيرها كما ذكر في التقرير، ويكون في السيارة في جهاز تعقب او جهاز تتبع، ازاي بيقدروا يتجاوزوا هذه التقنية؟ هو الجهاز اللي موجود ده جهاز تتبع للسيارة نفسها. نعم. يعني جهاز اقدر اعرف مكان السيارة دلوقتي موجود فين، لكن متابعة الجهاز ده مين اللي المفروض يقوم بيه؟ الجهة الأمنية. نعم. يعني التخطي بتاع ان انا اعرف السيارة فين ده امر سهل، انا ممكن اقدر اعرف مكان السيارة فين، لكن مين اللي هينزل يجيب السيارة او مين اللي هيقدر يوصل للسيارة؟ الجهة الأمنية. وده المنتشر اكثر اللي هو موضوع تقاعس الجهه الامنيه عن المهنة. لكن حسب علمي يا مهندس باشمهندس ياسر انه التقنيه دي موجوده ومتوفره عند تطبيقات على الموبايل، تقدر تعرف عربيتك راحت فين ومكانها فين وهكذا، يعني ليست متاحه فقط لجهاز الشرطه. احنا بنتكلم في جزئيتين. الجزئيه الاولانيه ان السياره تتاخد وهي واقفه وهي مركونه تحت البيت، انت نزلت ما لقيتش السياره. نعم. طيب الناس اللي بيكلموك انت مش هتقدر تحمي نفسك منهم. طب انا عرفت مكان السياره فين؟ مكان السياره في مكان من الاماكن اللي انا ما اقدرش ادخلها لوحدي، او انا ما اقدرش انزل اجيبها فورا. لكن طبعا لو السياره موجوده مثلا في شارع رئيسي في مدينه نصر، ايه اللي هيمنع حد ان هو ينزل يجيبها او ينزل يطلعها؟ طيب.